أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معنا اليوم بمدام هديل من هديل ستروكس. أهلا مدام. أهلا. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ونتمنى منك بداية تعرفين المزيد عنك. أنا هديل هير دريسر، بشتغل بمجال الشعر وصار لي 20 سنة بالمصلحة، وقررت إنه أفتح صالون، وعندي صالون كتير مميز إنه يكون كل خبرتي حطها بهذا المجال. ممكن تخبرينا شو الخدمات اللي بتقدموها بالصالون؟ كيف تميزتوا بتقديم هاي الخدمات؟ عنا كتير خدمات، وكل شيء طبعاً تحتاجه المرأة موجود عندنا، ومن كل الأنواع اللي هي شعر، ميك اب، لاشز، لامينيشن، بادي تريتمنت، حمام مغربي، نيلز، كل شيء موجود عندنا. عندنا خدمات الشعر، هو من كل شيء، صبغات، هايلايت، هير اكستنشن، تريتمنت منوع بكل الانواع عنا اياهم، وخصوصا عنا كمان نحن متميز ب هير اكستنشن خصوصي بنحطه للي ما عندهم شعر خصوصا من فوق. هذا كثير تقنيه كثير حلوه، وما ببين انه مركبين اكستنشن ولا اي شيء، وكثير عملي. لاش اكستنشن، وعندنا كمان فيشل وبادي تريتمنت، مساج، اكستنشن، نيل اكستنشن، كل شيء بخصوص الاظافر. عندنا كمان مركبات، ونحن متميز فيه بانه نحن عندنا الخلطات كلها طبيعيه، وكمان بادي تريتمنت كمان طبيعي، وعندنا اشياء مساج هو تنحيف للجسم، للسلولات، بشيل السلولات من الجسم. ونحن بنتميز بالنيلز، عندنا الكلاسيك نيلز وعندنا الراشن تكنيك كمان. النجاح الرائع اللي وصلتوا له، ما هي الخطه والرؤيه المستقبليه؟ نتوسع ونفتح بجميع الامارات، ونكون نحن المميزين بكل شيء. بالنهايه ممكن تخبرينا وتخبري جميع المشاهدين بتابعوك حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون؟ نحن موجودين بدبي بالبزنس باي، انا على حساباتنا على السوشيال ميديا، وارقام التليفونات موجوده. وشكرا لكم، واهلا وسهلا. شكرا جزيلا مدام هديل، وبنشكر جميع طاقم العمل في الصالون، وبنتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا لكم، تشرفتوا. الى هنا تنتهي حلقه اليوم، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي امان الله.